هنا القاهرة عاصمة الخبر. لا يمكن التعامل مع العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مخيم جنين بحسابات سياسية أو عسكرية فقط، وإنما للأمر بعد إنساني لا يمكن إغفاله أو غض الطرف عنه. المواطنون في المخيم وما يجاوره يشهدون أوضاعا إنسانية قاسية ويواجهون ظروفا تنذر بخطر كبير بات يتطلب تدخلا دوليا لتحجيم هذا الخطر والحد من استفحاله على نحو يخرج عن السيطرة. يواجه الفلسطينيون أوضاعاً إنسانية قاسية نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد مخيم جنين. في سيناريو جديد، أطل الاحتلال الإسرائيلي برأسه في الضفة الغربية ليشن عدواناً وحشياً ضد مدينة ومخيم جنين. العدوان الإسرائيلي على جنين الذي خلف عشرات الشهداء والمصابين وأجبر آلاف الفلسطينيين على ترك منازلهم فرراً من استهداف ألحق دماراً هائلاً يقابل بردات فعل فلسطينية عنوانها الصمود والانتفاض ضد المحتل. بناء على ذلك أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية بالأراضي المحتلة إضراباً شاملاً والعزم على التصعيد ميدانياً على مختلف المستويات في إطار الدفاع المشروع عن الوطن وللفت أنظار المجتمع الدولي من أجل توفير الحماية اللازمة لأبناء فلسطين، والمنادات بضرورة محاكمة قادة الاحتلال دولياً على جرائم تصنف كجرائم حرب ومعادية للإنسانية. وفي إطار التصعيد الميداني الفلسطيني رداً على العدوان الإسرائيلي، دعت القوى الوطنية جموع الشعب الفلسطيني للخروج في مسيرات احتجاجية بمدن الضفة الغربية والقدس واستمرار مواجهة قوات الاحتلال في كافة المناطق والشوارع والميادين. وهكذا تطلع شمس يوم جديد على الأراضي المحتلة تشهد على عدوان إسرائيلي غاشم على جنين، عدوان يراه المراقبون يستهدف كسر المقاومة الفلسطينية في كل الضفة الغربية وبسط كامل السيطرة الإسرائيلية على أراضيها أملاً في تنفيذ مخططات التوسعات الاستيطانية بلا هوادة. إذن هذه صورة مباشرة من مخيم جنين تأتينا عبر كاميرا القاهرة الإخبارية. إذن ويبدو أن هناك تصاعد لأعمدة الدخان مرة أخرى في إشارة إلى ربما مؤشرات حول تجدد الاشتباكات مرة أخرى أو تجدد القصف على المخيم. وبحسب الأنباء والإحصاءات الواردة في الساعات الأخيرة أو الدقائق الأخيرة أن هناك نقص في كل شيء على المستوى الإنساني، سواء الأطقم الطبية أو الأدوية أو الغذاء أو شبكة الكهرباء أو المياه، وهو ما يصعب الأمر أكثر إنسانيا على سكان المخيم الذين يبلغون تقريبا 14,000 في هذه المساحة الصغيرة والضيقة. وبالتأكيد استخدام الجرافات أيضا من قوات الاحتلال ساهم في قطع المياه والكهرباء عن المخيم بأكمله. إذن نبدأ هذه التغطية من رام الله تمارا حداد الباحثة السياسية بالشأن الدولي والإقليمي. مرحبا بك سيدة تمارا. وأيضا ينضم إلينا من غزة أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وينضم إلينا من غزة أيضا محمد جرار نائب رئيس بلدية جنين. سأبدأ مع حضرتك أستاذة تمارا الحديث. الآن الأرقام تشير إلى استشهاد نحو 10 فلسطينيين وجرح نحو 100 آخرين.
هناك حالات خطرة بكل تأكيد، كيف يمكن التعامل مع هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة في ظل عدم دخول المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة إلى المخيم؟ صحيح، بالفعل أسعد الله مساءك وتحياتي لك ولضيوفك الكرام. بالفعل يعني النتائج والآثار السلبية من عملية مخيم جنين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بعملية تدمير البنية التحتية، وبالتحديد تدمير الشوارع المخيم جنين وتدمير البنى التحتية. وحضرتك تتحدثين أستاذة تمارا عذرا على المقاطعة، نتابع هذه الصورة المباشرة التي تأتينا من المخيم للقطات عمدة الدخان، وذلك عقب غارة إسرائيلية على المخيم. غارة إسرائيلية ربما جديدة تظهر أعمدة الدخان المتصاعدة بكثافة في داخل مخيم جنين في ظل هذه الأوضاع الإنسانية المتفاقمة. تفضلي. صحيح، بالفعل أصبح الآن يعني هناك غارة على منزل، غارة جوية، وهذا إشارة أن تطور عملية الدخول البري لمخيم جنين عن طريق القصف الجوي، وهذا أخطر ما توصلت إليه هذه العملية، المنزل والحديقة أو عملية منطقة الاجتياح لمخيم جنين، وبالتالي هذا أثر سلبيا على قطع الكهرباء والماء وعلى دخول الإمدادات الإنسانية والأغذية التي تؤثر على المواطنين وسكان مدينة جنين ومخيم جنين. يوم أمس كان هناك نزوحا وترحيلا قصريا من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين لمخيم جنين، وتم إبعاد الكثير من النساء والأطفال من مواقع سكنهم، وهذا إشارة سوف يكون هناك نقص في سكن هؤلاء المواطنين، بالرغم أن الشعب الفلسطيني فتح أبوابه وفتح مؤسساته من أجل احتواء النازحين من المواطنين من مخيم جنين. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعمل على خطة ممنهجة مبرمجة على عملية تهجير الشعب الفلسطيني وبالتحديد من مخيم جنين، من أجل أن يكون هناك حصارا واسعا ومطبقا على مخيم جنين. لماذا؟ حتى يتم استئصال المقاومة، تدمير البنية العسكرية إن وجدت هذه البنية في مخيم جنين. لكن هذا الأمر أثر بشكل إنساني وبشكل نفسي وبشكل معنوي على النساء، على الأطفال الذين أصبح هناك 100 جريح، وهناك من هؤلاء الجرحى أصبح في حالة خطرة بسبب أن هناك إطباق على مخيم جنين نتيجة عدم دخول الإسعافات الأولية والإسعافات والمؤسسات الصحية الدخول إلى مخيم جنين، لأن الاحتلال الإسرائيلي محاصرها حصارا شاملا ومطبقا على مخيم جنين. ناهيك أن دخول الإمدادات الغذائية والإنسانية وحتى على مستوى المياه نتيجة قطع المياه بسبب تجريف البنية التحتية وتجريف الأنابيب الخاصة بالمياه، الأمر الذي أدى أصبح هذه اللحظة نقص في التموين، نقص في المياه، نقص بالتحديد نحن الآن في فصل الصيف، وبالتالي هناك حاجة ماسة أن نكون يعني مساعدة كل المؤسسات أن تدخل هذه المنطقة، وبالتحديد الصليب الأحمر والمؤسسات المجتمع الدولي التي تستطيع إنسانيا على الأقل قبل أن يكون هناك موت بسبب، لأن هناك الكثير من النساء والأطفال يعانوا من أمراض من الضغط والسكري، وأيضا الرجال كبار السن سوف يعانوا من هذا الاقتحامات المستمرة. طيب نقترب من الصورة أكثر ونذهب إلى جنين. محمد جرار نائب رئيس البلدية، سيد محمد لو توضح لنا التفاصيل المتعلقة بالوضع الإنساني المتفاقم نتيجة طبعا هذه العملية العسكرية الإسرائيلية، ومسألة التجريف للبنية والكهرباء والمياه في داخل المخيم، كيف انعكست على الأوضاع هناك خصوصا الأوضاع الإنسانية والصحية؟ مساء الخير لك وجميع المشاهدين. ما حدث بالأمس مساء أنه الإسرائيليين، قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت 3500 مواطن على الخروج من منازلهم ليلا الساعة 9:30 ليلا من على سيرا على الأقدام. أغلبهم كانوا من الفئات العمرية، من فئات الأطفال ومن النساء ومن كبار السن ومن المرضى أيضا. تم التعاطي مع هذا الموضوع من قبل مؤسسات المجتمع المحلي على رأس بلدية جنين. تم فتح مراكز إيواء يعني مؤقتي فورا، تم استقبالهم خلال ساعتين، وأيضا أثناء الاستقبال كانت لازالت عمليات العسكرية لم تتوقف لحظة واحدة. تم استقبالهم في مراكز إيواء مؤقتي، وتم توزيعهم فيما بعد على مراكز استقبال دائمة.
تم التعاطي مع هذا الموضوع خلال بالضبط خلال ساعتين، تم إيواء 3500 مواطن، تم إخراجهم من مخيم جنين. الأزمة الحقيقية الآن هي من تبقى داخل مخيم جنين. هناك 12000 بني آدم لحد الآن ما زالوا موجودين داخل مخيم جنين بلا ماء وبلا كهرباء من 48 ساعة. نعم سيد محمد، يمكنك التواصل معهم لو توضح لنا الرقم مرة أخرى، الصوت فقط لم أسمع. التواصل لحد الآن ما زالوا موجودين. نعم. في العمليات. في العمليات العسكرية. وليس بالإمكان التواصل معهم. حاولنا من الدقيقة الأولى لبدء العملية العسكرية في مخيم جنين وبأطراف مخيم جنين، ونحن نحاول من خلال المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ومن خلال بعض السفراء الأجانب السماح للبلدية جنين، طواقم بلدية جنين للدخول لمسرح العمليات لتقديم المأونة الأساسية للمواطنين لمحاولة إعادة المياه الكهرباء عبثاً، كله عبثاً. لا نعم. متجاوبين نهائيا مع هذا الملف بالمطلق. الان انا بتحدث معك وسمحوا لنا فقط لطواقم البلديه، طاقم مؤلف من شخصين وانا من ضمنهم، لفتح بعض خطوط المياه البعيده عن منطقه العمليات. الان الوضع مأساويا على الصعيد الانساني، وضع مأساوي لا يمكن وصفه. ما يحدث الان هو شيء كارثي لا يمكن وصفه. 12000 بني ادم ما زالوا موجودين، لا يمكن لأي طرف. كنا مجتمعين اليوم ظهرا مع اليونيسف، مع الاتحاد الأوروبي، مع الأمم المتحدة، وفد منهم كان مبنى بلدية جنين، وطلبنا منهم بشكل مباشر أن يؤمنوا أن يتم تأمين ممر آمن لدخول طواقم البلدية أو طواقم الدفاع المدني أو بمحاولة إيصال المساعدات للمحاصرين الموجودين داخل مسرح العمليات، لكن لحد الآن دون جدوى، لا يوجد أي رد. نعم. بالمطلق لحد هذه اللحظة لا يوجد أي رد. العملية العسكرية متصاعدة الآن تتصاعد. هناك أنباء عن وجود عن قدوم وزير الدفاع الإسرائيلي شخصيا لمسرح العمليات. الوضع يتعقد كل دقيقة، يتعقد، المشهد متغير متحرك، الأمور ذاهبة باتجاه أسوأ بكثير. عامل الوقت مهم جدا جدا مهم. نعم. أنا أتحدث عن أطفال، عن نساء، عن شيوخ، عن 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 مرضى بحاجة لمساعدات، بحاجة لأبسط الأمور الإنسانية للاستمرار على قيد الحياة، بحاجة لماء، بحاجة لكهرباء، بحاجة لكل شيء. لحد هذه اللحظة لا يستطيع أي طاقم سواء تابع لبلدية جنين أو حتى مؤسسات أخرى الوصول إلى مكان العمليات لإيصال المساعدات. نعم. أو طيب. محاولة إجلاء بعض العائلات التي بحاجة لإجلاء. سأذهب الآن إلى سيد محمد، سأذهب الآن إلى السيد أمجد، ولكن اسمحوا لي ضيوفي أن نرحب أيضا بضيفنا اللي انضم إلينا الآن من القاهرة، الأستاذ إيهاب عمر الكاتب الصحفي، بينضم إلينا ويشاركنا في هذه التغطية. ولكن اسمح لي أستاذ إيهاب أذهب بداية إلى الأستاذ أمجد الشوة في غزة. سيد أمجد، يعني هذا فيما يخص، السيد محمد تحدث عما يخص المسألة المتعلقة بطواقم البلدية، ماذا عن المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المحلي؟ هل تجدون نفس الصعوبة في التعامل مع هذا الوضع الإنساني المتفاقم؟ يعني أولا شكرا جزيلا ومساء الخير وكل الدعم والتضامن لأهلنا في جنين، وكذلك الرحمة للشهداء وشفاء للجرحى. نأمل أن لا تستمر هذه المعاناة وهذه الكارثة الإنسانية بمعنى الكلمة التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، ولا زال يواصل فرض هذا العدوان على شعب الفلسطيني والذي يواجه بصمود أسطوري من قبل شعبنا. وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها جنين ومخيمها لهذا العدوان. في عام 2002 كان هناك تدمير كامل لمخيم جنين، وبإرادة جبارة تم إعادة البناء، ولكن اليوم الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتعميق هذه الأزمة التي يعيشها شعبنا، وبخاصة في جنين ومخيمها. اليوم هذه المجزرة التي ترتكب بحق المدنيين العزل في ظل للأسف الشديد حالة من الصمت الدولي، وما حدث سابقا في غزة وفي مناطق الضفة الغربية، لو كان يعامل من المجتمع الدولي بشكل مختلف من خلال إعمال المساءلة والمحاسبة، ما كان الاحتلال الإسرائيلي تجرأ واستباح مخيم جنين بهذه الطريقة. فبالتالي الجهود التي تبذل اليوم على كافة المستويات سواء الصعيد القانوني وأيضا حقوقي للتواصل مع الجهات الدولية لأولا فتح ممرات إنسانية والضغط باتجاه وقف العدوان بشكل كامل على مخيم جنين، وفي ذات الوقت توثيق قانوني لكل هذه الانتهاكات التي تمارس، وكذلك العمل باتجاه توفير المساعدات الإنسانية القليلة أصلا. في ظل هذه الأوضاع الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى قام بتجفيف الطرق ومنع التواصل مع مخيم جنين،
حتى لا يتمكن أيا كان من الوصول لتقديم المساعدات. هذا النقص طبعا الحاد في المقومات الحياة في مخيم جنين تبعث الكثير من القلق والتحذير من تداعياته على من تبقى من أهلنا في مخيم جنين، وهو يهدد حياتهم وأوضاعهم الإنسانية والصحية. اليوم المجتمع الدولي مطالب بالتدخل بشكل فوري وعاجل، والمنظمات الأهلية جنبا إلى جنب مع باقي مكونات شعبنا الفلسطيني، مع غرفة الطوارئ التي تشكلت من مكونات جنين وغيرها، تقوم بدورها من أجل تقديم المساعدات لمن خرجوا وتمكنوا من الخروج من المخيم، وخاصة كما ذكر السيد جرار أنهم من كبار السن والمرضى والنساء والأطفال الذين خرجوا بلا شيء. فبالتالي هؤلاء بحاجة ماسة إلى كل أشكال المساعدات التي يجب أن تقدم، وأيضا العمل باتجاه ضغط لفتح هذا الممر الإنساني. اليوم الكثير من القلق ينتابنا جميعا باتجاه مصير من تبقى في المخيم. الأمر الذي يستدعي على الجهات الدولية أن تتحرك بشكل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان وتقديم المساعدات بشكل عادل وفوري لأبناء شعبنا الفلسطيني، والعمل باتجاه إعمال المحاسبة. وبخاصة أنما الجميع يتحدث، بالأمس منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة تحدثت عن منع الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف من الوصول إلى المخيم، المنسقة الأمريكية للأمم المتحدة، جهات دولية تحدثت، ولكن المطلوب اليوم هو الضغط بوقف هذا العدوان والتحرك باتجاه إنقاذ من تبقى فيه. تذكير أيضا أنه من تبقى هم بالألاف. السيد أمكد كما ذكر لنا منذ قليل السيد محمد. أذهب لضيفي من القاهرة أستاذ إيهاب، لا أدري إن كنت استمعت إلى ضيوف الكرام، ولكن هناك حديث حول أنه جرى اجتماع ما بين الوفود التابعة للأمم المتحدة واليونيسف مع الطواقم المختلفة للبلدية، والحديث حول هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وكان هناك وعد بضرورة وجود ممرات إنسانية ولكن لم ينفذ ولم يطبق أي شيء حتى الآن. هذا أمر ليس بجديد أستاذ إيهاب، ويمكن تناقشنا فيه يعني تخاذل المجتمع الدولي في كثير من المواقف المشابهة. ما رأيك في هذا الأمر وما الذي يجب فعله الآن؟ ونحن في هذه التغطية نتحدث على الجوانب الإنسانية البحتة، وجب الإشارة إلى ما تفضلت بحضرتك إليه، هو أين المجتمع الدولي بثقله في هذا الملف. يعني عادة يتحدثون دائما عن حقوق الإنسان بشكل مطلق، ولكن على ما يبدو أن الغرب يؤمن بحقوق الإنسان شريطة أن تكون هذه الحقوق مفيدة له. الغرب تدخل في يوغوسلافيا سنة 1999 لصالح الإنسان في كوسوفو، ولكن اتضح لاحقا أن الغرض كان تفكيك يوغوسلافيا. الغرب تدخل في ليبيا 2011، تدخل في العراق أيام الرئيس الراحل صدام حسين وفرض منطقة حظر طيران شمالا وجنوبا. كان دائما الغرب يتدخل، ويتدخل حتى لفرض وقف إطلاق للنار، وكان يتدخل لوقف العمليات العسكرية حتى لا يعني ما كانش هو فقط اللافت بيتدخل. اللافت أستاذ إيهاب أنه هذه المنظمات هي من يخرج منها التصريحات، يعني الصحة العالمية تقول الأطقم الطبية منعت من الدخول إلى المخيم، الأمم المتحدة تقول 3 من الشهداء هم من الأطفال، وهناك قلق حتى أنه منذ قليل ذكر من أحد ضيوفي أنه هناك أيضا الأمم المتحدة قالت أنه الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول سيارات الإسعاف. طيب هذه التصريحات لماذا لم يكن هناك تحرك حتى الآن؟ في واقع المنظمات الدولية والأممية هي بتشتغل بشكل أو بآخر تحت إدارة الغرب، يعني هو بيدي لهم فسحة أو مساحة للتحرك، ولكن هذه المساحة محددة بطريقة معينة، لا يمكن أن يتجاوزوا خطوط حمراء أو طرق معينة. يعني ما ينفعش هذه المنظمات يعول عليها، أو إحنا كعرب نعول عليهم ومصريين نعول عليهم باعتبارهم هيقدموا مساعدة حقيقية أو هيكونوا فعلا نواب عن الغرب في تقديم مساعدة حقيقية. للأسف ملف حقوق الإنسان والتغير الحقوقي ومؤسسة المجتمع المدني كل هذه أدوات غربية فحسب لتحقيق أجندات معينة، لأن وقت الجد بنشوف زي القضية الفلسطينية، بنتكلم في مخيم في 27,000 قبل الاجتياح الأخير، مخيم سبق وقبل كده إرئيل شارون عمل عملية هائلة فيه في 2002 أيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية،
الانسانيه يعني كان المفروض تكون في ترتيبات من المجتمع الدولي اللي بيتشدق بالانسانيات على مدار الساعه وبيبتز بها دول معينه في الشرق الاوسط وحول العالم، كان يفترض ان احنا نرى هذه المبادئ الانسانيه اللي بيتشدق بها الغرب، ولكن كما بدات حديثي هي مجرد ادوات للاسف لتنفيذ اجندات غربيه، ولكن لا يوجد فعلا يعني ادنى انسانيات لدى هذه الحكومات. هذه الحكومات حساباتها كلها ماديه بحته، مصالح وشبكات مصالح فحسب. نعم سيده تمارا، منذ ساعات تقريبا كان هناك ترويج في وسائل الاعلام الاسرائيليه بانه العمليه العسكريه الاسرائيليه حققت اهدافها وانها ستنتهي خلال وقت قصير. هذا لم يحدث، ما نراه هو تصاعد لهذه العمليه ويعني تأثر أكثر على الجانب الإنساني. لماذا في رأيك هذا التمويه ونحن نشهد هذه الحالة من التفاقم في الملف الإنساني المتعلق بالمياه والكهرباء والأدوية؟ صحيح، بالفعل هذا التمويه من أجل أن يموه لعناصر المقاومة المتواجدة في مخيم جنين بأن تم عملية انسحاب الجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب طالما أن أهدافه لم تتحقق، وهي الأهداف الأمنية والعسكرية التي يريد أن يحققها داخل مخيم جنين، لأنه يعتقد أن هناك بعض الأهداف حتى هذه اللحظة لم تتحقق بعملية تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. لذلك الاحتلال الإسرائيلي عندما ينفذ أهدافه الأمنية والعسكرية وتدمير كافة البنية التحتية بالتحديد لعناصر المقاومة سوف يخرج من مخيم جنين، وأيضا يريد أن يفرغ مخيم جنين من كافة عناصر المقاومة، كافة أيديولوجياتها وفصائلها وكافة تنظيماتها. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي بالعكس هو يصعد وليس يؤخر من عملية التصعيد. لماذا؟ لأنه حتى هذه اللحظة أهدافه لم تنفذ، هناك في عدة أهداف. ناهيك أن مخيم جنين هناك في يعني وضع تاريخي بالتحديد بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لأنه بعام 2002 تم قتل 20 جندي إسرائيلي، فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو يثأر لجنوده القتلى حتى هذه اللحظة. خلال هذه العملية الاجتياح كان هناك بعض الإصابات من الجنود الإسرائيليين نتيجة وجود العبوات الناسفة التي تم رميها من قبل المقاومة الفلسطينية. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي أولا يذأر لجنوده، وناهيك أيضا هناك أهدافا أمنية وعسكرية، وناهيك أن هناك أهدافا أخرى أكثر من الأهداف الأمنية والعسكرية. هناك أهداف تفريغ الضفة الغربية التي يعتبرها دينيا أنها تمتد إلى دولة الاحتلال الصهيوني. لذلك الاحتلال الإسرائيلي الآن يعمل على عملية تجهيز تقليص والمقاومة وتقليصها من جذورها، بمعنى ليس فقط عملية جز العشب وإنما تقليص أوكار كل من يتواجد من يقاوم الاحتلال ومن يواجه الاحتلال. وهذا الأمر ينعكس سلبا كلما كان امتدت الأيام واستمرت إلى أكثر من يوم ويومين، وتحدثنا فيها في أكثر من سابقة أن قد تستمر هذه العملية حتى يتسنى تحقيق الاحتلال الإسرائيلي أهدافه. وباعتقادي مع عملية اليوم عملية تل أبيب، باعتقادي أن الاحتلال سوف يقوم بعملية التعنت، بعملية يعني ازدياد في حالة التصعيد في الضفة الغربية وبالتحديد في مخيم جنين. ليس فقط هذا في حسب، عندما ينهي في مخيم جنين هذه العملية سوف ينتقل إلى منطقة أخرى. هناك في أهداف للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهذا ما تم الإشارة إليه بالإعلام العبري، بأن عند انتهاء العملية من مخيم جنين سوف يذهب إلى منطقة أخرى التي تتواجد فيها المقاومة، لأنه يريد الاحتلال تحييد منطقة عن منطقة في الضفة الغربية لاستكمال مشروع الضم الاستيطاني لدولة الاحتلال الإسرائيلي. يريد أن ينهي أيضا مقاومة أو عمليات تساعد على عملية نهوض الحالة الفلسطينية، نهوض الحالة الوطنية، وكل ذلك ينعكس على الحالة الإنسانية، وبالتحديد أن مخيم جنين حتى هذه اللحظة يعني لم يكن لهم أي علم بدخول المفاجئ لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم أن هذه العملية متوقعة
لكن أهالي مخيم جنين نتيجة أن بعض الأطفال والنساء لا يعلموا بالواقع السياسي، بالرغم أن الرجال المقاومة في المخيم جنين أو القاطنين في مخيم جنين متوقعون هذه العملية، لكن لم يكن هناك التوقع أن يدخلوا بثلاثة أيام أو يومين بشكل متواصل. كانوا يتوقعوا أن يدخلوا بعملية محدودة لفترة ساعة أو ساعتين أو 6 ساعات، لكن امتدت هذه العملية، وباعتقادي أن العملية سوف تستمر حتى تنهي أهدافها. نعم، هو بالفعل هو آخر تصريح خرج عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن العملية العسكرية مستمرة، ويبدو أن هناك تصعيد. الصور المباشرة تأتينا باستمرار الغارات الإسرائيلية. أذهب إلى السيد محمد جرار. السيد محمد، المنظمات الدولية كما ذكرت منذ قليل الأستاذ إيهاب، كل التصريحات التي تخرج منها تدين الاحتلال الإسرائيلي، حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة، لكنها تدينه في تصرفاته المتعلقة بإعاقة الطواقم الطبية، بعدم وجود ممرات إنسانية. لماذا لم يحدث تحرك حتى الآن من قبل هذه المنظمات في رأيك، وفق مشاهدتك ومتابعتك لما يحدث في مسرح العمليات؟ أنا لا أريد أن أتحدث باسمي، لكن أن صح القول فيما يتعلق بموضوع المنظمات الدولية، لنا تجربة طويلة جدا كفلسطينيين وكأهل أيضا كسكان أو مواطنين في مدينة جنين، كونها منطقة ساخنة على طول. تجربتنا مع هذه المنظمات أنه نسمع منها فقط حديث، يعني نسمع قرقعة ولا نرى طحنا. لا يمكن أن هذه المنظمات الدولية بتقاريرها على مدار سنوات طويلة من تاريخ هذا الصراع، ويجدين الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق أستاذ محمد، يمكن كان سؤالي حتى يعني مقتضبا، ولكن ما قصدت أيضا، هل هناك رغبة أو نية لدى هذه المنظمات بعدم المساعدة أو المشاركة، أم إنه هناك بالفعل إعاقة لعملها؟ هي تدعي، يعني كما اليوم إحنا في حديث لقائنا مع ثلاث منظمات يعني كبيرة جدا، منظمة بحجم منظمة اليونيسف، اليو ان دي بي، وايضا بعض المنظمات الاخرى الصغيره تبع الاتحاد الاوروبي، ابلغونا رسميا انه منعنا من دخول منطقه الاشتباكات المخيم. فهذا كان ردهم، انه احنا منعنا من دخول هذه المنطقه، وضعت لنا خارطه سير داخل مدينه جنين، لا نستطيع حتى ان نغير هذه الخريطه. فبالتالي نسمع كلام من هذه المنظمات، لكن حقيقه على ارض الواقع ماشي إدانتهم أو حتى حديثهم أو تقاريرهم لا يوجد لها إمكانية للتطبيق. إسرائيل دولة تفلت من العقاب دائما، دولة لا يمكن معاقبتها، وهذه مسألة يعني كل العالم يعني يعلمها علم اليقين. دولة يعني خارج إطار القانون الدولي، تتصرف كما يحلو لها وكما تشاء وفي أي مكان تشاء دون أي عقاب أو زجر من المجتمع الدولي أو المجتمع الدولي. بالتالي اليوم إحنا يعني أملنا في هذا الموضوع، أملنا على أشقائنا العرب مش اكثر بكثير من املنا على المؤسسات الدوليه، لان تجربتنا معها طويله جدا. من هون انا وجهت نداء عبر محطتكم، واعيد توجيه هذا النداء للاشقاء في القياده المصريه لما لهم من دور كبير جدا في هذا الملف، ان يتدخلوا بشكل كبير جدا لانقاذ الموقف في مدينه جنين. هذه مساله مهمه جدا، لكن فيما يتعلق ايضا في موضوع الصراع والاهداف الاسرائيليه في جنين، من يسمع الحديث يعتقد انه هناك معسكرات، ويعتقد أن هناك يعني طائرات أو دبابات مثل الفلسطينيين. ما مسرح العمليات في جنين هو مكان مدني بامتياز، لا يوجد أي مظهر عسكري، لا يوجد أي قاعدة عسكرية، لا يوجد أي مقر عسكري، عبارة عن مجموعة من المقاومين أفراد كأدوات بسيطة جدا محلية الصنع. إسرائيل ادعائها أو محاولة تسويقها لعمليتها في جنين أنه القضاء على 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 معامل تصنيع، لا يوجد معامل تصنيع، وهذه حقيقة يعني كل يدركها جيدا. هذه كلها وسائل بدائية، لا يوجد معسكرات، لا يوجد أماكن عسكرية. إسرائيل بدأت عملية في المنطقة، عملية عسكرية على نطاق واسع في منطقة من أعقد المناطق جغرافيا ديموغرافيا، كيلو متر مربع بعيش فيه بالحد الأدنى 15,000 إلى 16,000 مواطن، كلهم مدنيين بالكامل. بدأت عملية عسكرية دون توشيع أي إنذار مسبق للمدنيين أنه في عملية عسكرية في هذا المكان، وهذا خرق فاضح للقوانين الدولية. ما
هذه جريمه ضد الانسانيه تعتبر. طيب فبالتالي وحضرتك تتحدث هذا من جهه من جهه اخرى هناك تصاعد كثيف. سيد محمد فقط أعلق على هذه الصورة التي تأتينا مباشرة من جنين، يبدو أن هناك تصاعد كثيف للدخان في إحدى المناطق في جنين، ويبدو أن هناك عودة إلى غارات إسرائيلية جديدة على هذه المنطقة تحديدا. الدخان كثيف جدا في هذه المنطقة، وسنتابع بكل تأكيد التفاصيل التي ستأتينا من هناك لمعرفة تفاصيل هذا الدخان وهذه الأعمدة من الدخان المتصاعدة بكثافة في تلك المنطقة من المخيم. تفضل أستاذ محمد. أنا من المكان الذي أشاهد الدخان وأشاهد القصف، القصف لم يتوقف، يعني يتوقف ساعة أو ساعتين ثم يعود بشكل أكثر من السابق، لكن ما أود قوله إنه حسب منطوق القانون الدولي الذي يطبق على الصراعات المسلحة أو الصراعات العسكرية، أو تلزم دولة الاحتلال أن يكون هناك تناسب في العمل العسكري. لا يمكن، لا يجوز لدولة أن تحارب مقاتلين أفراد ببنادق بسيطة بهذا الكم الهائل من السلاح والتفوق الهائل بالسلاح. وبالتالي هذه أيضا جريمة أخرى من جرائم ارتكبتها إسرائيل. الآن إسرائيل تأخذ 12 ألف مواطن في مخيم جنين رهائن ذروة بشرية، تستخدمهم كذروة بشرية بلا أكل بلا شرب بلا مأوى. بالتالي المسألة حقيقة تستحق تدخل واسع من المجتمع الدولي ومن أشقائنا العرب على وجه التحديد، وأنا أصر على موضوع أشقائنا العرب. تجربتنا مع القانون مع العالم مع العالم الغربي مع العالم المنافق، ليش تجربتنا كانت بائسة ويائسة على مدى سنوات طويلة. احنا عملنا في هذا الموضوع في أشقائنا العرب أن يكون لهم مثال دور حقيقي في محاولة إنهاء هذا الإجرام اللي موجود في مدينة جنين في أيام جنين. نعم. طيب سيد أمجد، أذهب إلى حضرتك مرة أخرى. تحدثت في سياق حديثك عن مراكز الإيواء والخوف أكثر على الذين يتواجدون الآن في داخل المخيم. طيب إذا تحدثنا عن هذه المراكز المؤقتة أو كيفية التعامل مع من استطاع الخروج، كيف هي شكلها؟ ما هي أوجه الدعم؟ ما مدى استيعابها لهذه الأعداد؟ لو توضح لنا. يعني مهما كانت سعة هذه المراكز لا يمكن استيعاب هذا الحجم، وبخاصة جهوزية المؤسسات لاستيعاب أعداد كبرى من يلجؤون لمراكز الإيواء، وبخاصة كما ذكرنا أنهم من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى مساعدات من نوع مختلف، سواء مساعدات غذائية وطبية وأيضا أشكال مختلفة من المساعدات. القضية اليوم هناك تكاتف كبير من قبل الأهالي مع من هم موجودين بمراكز الإيواء، وهناك بعض المساعدات التي تقدم، ولكن المعاناة هي معاناة، يعني لا يمكن أن نتحدث أنه يمكن تغطية كل الاحتياجات. بالتأكيد تقصير كبير جدا من كل الأطراف، وكذلك يعني أولا على الصعيد البعد النفسي أيضا عندما نتحدث عن الأطفال والمشاهد التي شاهدناها جميعا لخروج هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ تحت تهديد السلاح وفي هذا الواقع، وأيضا قلوبهم مرتبطة بالمخيم وبما يحدث. فبالتالي هناك طبعا حاجة ماسة اليوم لتوفير كل أشكال الدعم، من في ذلك الدعم النفسي لهذه الفئات اللي هي أكثر هشاشة وضعفا في المجتمع. ولكن هناك مرة أخرى هناك إرادة وهناك طبعا جهود كبرى تبذل، ولكن يجب العمل باتجاه أولا الضغط لوقف هذا العدوان بشكل كامل. وهنا نتحدث عن ضرورة أن تمارس كل الجهود على كافة المستويات سواء على الصعيد العربي والانطلاق للصعيد الدولي حتى نضمن وقف هذا العدوان، ومن ثم القيام بتوفير المأوى المناسب لهذه الأسر التي فقدت بيوتها ومنازلها بسبب هذا عمليات القصف الممنهجة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، لأن المعاناة سوف تستمر في حال لم نوفر لهم المأوى المناسب وأيضا كافة ما يحتاجون له في حياتهم اليومية. إضافة إلى ذلك لابد الحديث بإمكانيات تقليل يوم بعدين تقليص حجم التمويل الدولي للمساعدات الدولية في فلسطين بشكل عام، والتي يبلغ العجز التمويلي فيها أكثر من 45%. أيضا الإشارة فيما يتعلق بموضوع المحاسبة والمساءلة، وهنا من يعني عدم إعمال هذه المحاسبة معناته أعطاء الضوء للخطة الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم التي تنتقل من مكان إلى آخر في الضفة وغزة،
بمعنى تصفيه القضيه الوطنيه الفلسطينيه وتعميق الازمات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني على كافه المستويات، وخلق واقع امر واقع جديد في الضفه الغربيه من خلال الاستيلاء على ما تبقى من اراضينا. النقطه اخرى فيما يتعلق بعمليه التهجير، هذه ليس نحن نتحدث عن مخيم لاجئ، هم بالاساس عائلات هجرت عام 48 ولجأت لهذه المخيمات تحت رعاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي فوضت بتوفير الخدمات ولكن أساسا أيضا بالحماية. يعني هذا المخيم هو تحت حماية الأمم المتحدة التي يجب أن تقوم بدور أساسي لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين الموجودين في مخيم اللاجئين. فهناك مسؤوليات تقع على عاتق الأمم المتحدة التي يجب أن تخرج فقط عن التصريحات والقلق إلى اتجاه أفعال حقيقية جادة لوقف هذه المهزلة التي ترتب حق الإنسانية جمعاء. نحن جزء من هذه الإنسانية، وما يقوم بالاحتلال الإسرائيلي هو استغلال. ونقطة أخيرة أود الإشارة إليها هو ازدواجية المحن. ما يحدث في مناطق العالم كما ذكر في أوكرانيا، نحن ضد أي اعتداء على أي كان، على أي كان من المدنيين، ولكن ما يحدث من الازدواجيه ان المحكمه الجنائيه الدوليه مثلا فتحت تحقيقا فوريا في ما يحدث في اوكرانيا. وعندما يتحدث عن ما يحدث في فلسطين، عشرات الاعوام من الجرائم ومن التي وصفت في تقارير الامم المتحده نفسها بانها جرائم ضد الانسانيه، للاسف لم يتم حتى الان فتح اي تحقيق من قبل المحكمه الجنائيه في هذه الجرائم التي مره اخرى هي جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي. نعم. طيب أذهب إلى الأستاذ إيهاب مرة أخرى. أستاذ إيهاب، يعني كما ذكر الأستاذ أمجد، هذا المخيم من المفترض أنه تحت حماية الأمم المتحدة، والأستاذ محمد جرار ذكر أنه إسرائيل اعتادت على أن تأمن العقاب. حضرتك تعلم الجملة الشهيرة من آمن العقاب. يعني هل هي تتحدى بذلك كل هذه المنظمات الأممية والدولية؟ هو حتى فكرة التحدي في حد ذاتها إسرائيل لا تكترث له. هي إسرائيل تأخذ دائما الضوء الأخضر من الدول الكبرى، من شبكات المصالح التي تدير الغرب، من الولايات المتحدة الأمريكية. وإسرائيل حجتها في هذا العدوان الأخير، وفي حتى في سلسلة الاعتداءات الأخيرة، أن لديها أزمة داخلية تحاول أن تغطي عليها. لديهم انتخابات مبكرة بشكل دائم منذ عام 2019، لديهم حكومة غير مستقرة، هناك صراع بين الجناح المدني والديني للحكومة. فكرة أن إسرائيل كانت بتدعي أنها دولة مدنية وأنها دولة ليست دينية وأنها لم تقم على أفكار دينية، ولكن اليوم أصبح التيار الديني هو الذي يتحكم في إدارة في حكومة بنيامين نتنياهو. المؤسسة العسكرية في إسرائيل أفلست عن تقديم أي رجالات للحكم، فبالتالي إسرائيل من الداخل في واقع الأمر هي أكثر هشاشة مع عن أي عهد مضى، ضعيفة للغاية، والنخبة لديهم أفلست ولم تعد قادرة على تقديم وزراء أو رجال للحكم. بنيامين نتنياهو على رأس السلطة منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي إحنا أمام نوع من الإفلاس الداخلي. بيحاولون أن هم يصدرونه إلى الجانب الفلسطيني وإلى حتى مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع الدولي، ولكن دائما يجب أن نركز على حقيقة أن ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو ليس استعراض قوة، ولكنه من علامات ضعف وهشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ويكفي أن إسرائيل في حالة من التظاهر والاضطرابات منذ عام 2011، منذ عام 2011، يعني بنتكلم في حوالي 12 سنة في مظاهرات ضد بنيامين نتنياهو، بتقوم فترة وتخمد فترة. فبالتالي هذا النوع من الاضطرابات هو السبب في محاولة إسرائيل أن تظهر أو تبدو بأنها قوية وأنها تقوم بعمليات لصالح الدفاع عن أمن رجل الشارع الإسرائيلي ضد المقاومة. ولكن أعتقد أن المشهد أصبح مفكك للغاية داخل إسرائيل، وفكرة أن يكون في حكومة قوية في إسرائيل ده أصبح زمن انتهى خلاص. ما فيش أي يعني النخب السياسية الموجودة في إسرائيل والحزبية حاليا غير قادرة على فرز أي حكومة إسرائيلية مستقرة. طيب ينضم إلينا أيضا الدكتور محمد دياب، الكاتب والمحلل السياسي من غزة في هذه التغطية. دكتور محمد، مرحبا بحضرتك. بداية، الآن إسرائيل تتحدى كل هذه المنظمات الدولية
وتمنع حتى وصول سواء الطواقم المتعلقة ببلدية جنين أو المنظمات الأهلية أو حتى هذه المنظمات الدولية. على الجانب الإنساني أو المحور الإنساني، ماذا تريد من أهدافها من هذه العملية في الإطار الإنساني المتعلق بحياة المواطنين والنساء والأطفال؟ يعني بكل تأكيد يعني جرائم الاحتلال وهذا العدوان والتهجير القسري واستخدام هذا الأسلوب في معاقبة الشعب الفلسطيني وفي ممارسة هذا القتل، يعني إسرائيل تريد أن ترسم صورة النصر الوهمي على حساب دماء الناس وعلى حساب هذه الجرائم التي ترتكب في جنين. بالتالي شاهدنا وتابعنا عبر شاشاتكم وشاشات الأخرى كيف الاحتلال استهدف الطواقم الصحفية، كيف استهدف المستشفى الحكومي في نابلس، وأيضا أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى، تدمير البنية التحتية بشكل مقصود ومتعمد. بالتالي لا يوجد أهداف عسكرية بالتحديد، نحن نتحدث عن يعني مخيم من اللاجئين العزل يعني يمارس بحقهم هذا البطش، استخدام الطائرات القصف كلواء كامل من الجيش الإسرائيلي يشارك في هذه العملية. بالتالي إسرائيل تريد أن ترسم صورة نصر وهمي لها يرضي يعني اليمين المتطرف الذي يجاهر ويتحدث علانية عن دعمه وتشجيعه لعمليات القتل اليومي سواء التي يمارسها جيش الاحتلال أو تمارسها يعني ميليشيا المستوطنين. بالتالي نحن أمام إرهاب دولة منظم تمارسه هذه الحكومة بكل أقطابها. هذا اليمين الإسرائيلي واضح أنه جاء ببرنامج له علاقة بحسم، يريد من خلاله حسم هذا الصراع من خلال القوة العسكرية. ما نشاهده اليوم في جنين وهذا العدوان وهذه الممارسات التي اللا إنسانية التي تتناقض مع القانون الدولي ومع القانون الإنساني، بالتالي تؤكد بأن العملية هدفها هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومحاولة يعني رسم صورة نصر وهمي يمكن لنتنياهو أن يسوقه في داخل ائتلاف الحكومي وأيضا في الشارع الإسرائيلي الذي بات يشعر بأن هذه الحكومة هي ذاهبة بهذا الكيان وبإسرائيل إلى طريق مسدود. طيب أستاذة تمارا، عملية أو الرغبة في تصدير وتسويق نصر وهمي كما ذكر أستاذ محمد إلى الداخل الإسرائيلي وكسب جبهات وأوراق جديدة يلعب بها ويضغط بها نتنياهو على اليمين المتطرف وفي الداخل الإسرائيلي، إلى أي درجة هذه الفرضية صحيحة في رأيك؟ والشق الآخر متعلق بمتى ستقوم الأطراف الدولية بالتدخل لوقف هذه العملية بعد أن قال الطرف الإسرائيلي أنه هي حققت أهدافها؟ صحيح، دولة الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد الحكومة الائتلاف اليمينية، إحدى أهداف دخولي لمخيم جنين وهذه العملية المكثفة والمركزة من أجل أن يكون هناك توحيد الشارع الإسرائيلي بالتحديد بعد الانقلابات القضائية التي يريدها نتنياهو وبن كثير سموتريتش. نتنياهو صحيح تم العدول عن بعض التعديلات القضائية، لكن ما زال مستمرا المعارضة والاحتجاجات الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو وضد حكومة الائتلاف الإسرائيلي. لماذا؟ لأن هناك صراع داخلي ما بين المعارضة العلمانية الديمقراطية أو اللي يعتبرون العلمانية الإسرائيلية اليسارية بالرغم أن كلهم يمين ويمين متطرف، وأيضا هناك صراع أيضا ما بين اليمين الأكثر تطرفا ما بين المتدينين الحريديم الذين متمثلون بن غفير سموتريتش. لذلك هذا الصراع الداخلي داخل الأزمة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة، فبالتالي نتنياهو ما بين أكثر من خيار وكلاهما مر، يعني كل الخيارات بالنسبة لنتنياهو أكثرهم يعني كل خيار مر بالنسبة للخيار الآخر، بمعنى أن نتنياهو إذا راد إذا لم يتم القيام بالاستجابة لبن غفير وسموتريتش بمتطلباتهم فإنه سوف يقوم بعملية هؤلاء انسحابه من هذه الحكومة الائتلافية، وهذا يعني أن نتنياهو سوف يذهب إلى محاكمته من محاكمات الفساد والمطالبات القضائية التي تم افتعالها نتيجة بعض القضايا التي تم الإرساء عليه. فبالتالي نتنياهو الآن
إما أن يستكمل في حكومة اليمينية الائتلافية التي هي تريد حالة التصعيد وحالة الاستمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني وضد المخيمات وضد مواقع كل ما يتواجد في المقاومة الفلسطينية، بالرغم أن هذه المقاومة ليست مقاومة كما يتحدث إليها الإعلام الإسرائيلي، أن هناك قواعد عسكرية وهناك جيش فلسطيني وهناك يتواجد، هي مجموعة من الأفراد. لكن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من هذه النبرة الإعلامية من أجل أن يكون هناك ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية وضوء أخضر من الدول الغرب وبالتحديد الدول التي هي متحالفة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. فبذلك هذا صحيح، يعني ذهاب نتنياهو إلى هذه الحرب جزء من هذه الأهداف، أولا وهي تجميع الرأي العام الداخلي والإشارة أن هذه الحكومة تقوم بحماية الأمن الداخلي للمواطنين الإسرائيليين وتقوم بعمل عملية تخفيف حالات التهديدات وبالتحديد من منطقة الضفة الغربية التي يعتبرها الحديقة الخلفية والحديقة الجانبية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. أما على مستوى المجتمع الاقتصادي، أن المجتمع الدولي إذا تحدثنا بكل صراحة، المجتمع الدولي الذي خلق القاعدة العسكرية وأكبر قاعدة عسكرية وهي المتمثلة بدولة الاحتلال الإسرائيلي لن يستغنوا عن هذه القاعدة. هناك مهمة وظيفية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، وهي استكمال سرقة الثروات واستكمال فصل منطقة آسيا عن منطقة أفريقيا. باعتقادي أن المجتمع الدولي نتيجة أن الأمم المتحدة، حتى على مستوى الأمم المتحدة وهي إحدى أدوات الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة أن هذه الأداة تحت إطار بنود الولايات المتحدة الأمريكية، باعتقادي أن الأمم المتحدة بالرغم بعض الاتفاقيات والقرارات والبنود التي تشير إلى حق الشعب الفلسطيني بحق تقرير مصيره، إلا أنها لن تنفذ. لماذا؟ لأنها موجودة في البنود، ليس بالبند السابع، موجودة في البند السادس أو الثالث أو الأول. البند السابع هو البند الذي ينفذ، ولنتيجة أن ضعف الأمم المتحدة أمام القوى العظمى الولايات المتحدة الأمريكية، ونتيجة أن هناك تصارع القوى العالم، وهذا التصارع يؤثر على تحقيق حقوق الإنسان، يؤثر على تحقيق حق الإنسان على الأقل في المياه والشرب وإلى ما ذلك. ناهيك في القانون الدولي أن دولة الاحتلال وهي المتمثلة بدولة إسرائيل هي المجبرة التي يجب أن تقدم للمواطن الفلسطيني المياه والأكل والشرب طالما أنها محتلة أو محتلة هذه الأرض، هذا حسب القانون الدولي. ولكن هذا مهم جدا أن يعيه بعض القيادات والفصائل، أن دولة الاحتلال هي التي يجب أن تضع أولويات العيش الكريم للمدنيين والمواطنين الذين يعيشون تحت وطأة. فبالتالي الاحتلال هو الملزم على تقديم هذه الأمور، ليس فقط المجتمع الدولي، لكن للأسف طيب. الاحتلال هذه هو فوق هذه حلقة مفرغة ربما ما بين الاحتلال الإسرائيلي وما بين المجتمع الدولي برمته بكل أطرافه كما فهمت من حديثك. أذهب إلى سيد محمد جرار. سيد محمد، ما الذي ينبغي فعله الآن في هذه المرحلة في مسرح العمليات في داخل المخيم مع الآلاف الذين ما زالوا متواجدين الآن داخل المخيم، على المستوى الإنساني أو الطبي أو يعني المستوى الفعلي الميداني، ما الذي من الممكن فعله الآن وتستطيع حتى الطواقم أو حتى الأفراد من المنظمات الأهلية أو المحلية التعامل مع الموقف من خلاله؟ لا يمكن عمل شيء في ظل وجود العملية العسكرية، ما لم تسمح إسرائيل بتوقيع مدراج إنساني آمن لدخول الطواقم الطبية والطواقم تقديم المساعدة. بالتالي إسرائيل هي من تتحكم في الميدان، وهي من تبرر متى تسمح أو إذا كانت تريد أن تسمح أو لا تريد أن تسمح. هذه مسألة يعني مهمة جدا، وعلى الجميع أن يعلمها. إسرائيل هي التي تتحكم بتفاصيل بجميع التفاصيل على الأرض، ولا يوجد أحد يتحكم بتفاصيل كبيرة. ما لم يكن هناك ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية وعلى الجيش الإسرائيلي، ماشي، بضرورة فتح ممرات آمنة واضحة وإنسانية أو إنهاء العملية العسكرية بالمتى حتى، ماشي، لن يكون هناك يعني أي سراج في هذا المثال. لكن أنا يعني أريد أن أعرج بعجالي على مسألة على مسألة العملية العسكرية بالمتى. هذه العملية العسكرية عندما قامت بها حكومة نتنياهو، حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وضعت مجموعة من الأهداف، وكلنا نعلم أن هذه العملية هي الأهداف السياسية داخلية وإلى آخره والإرضاء المتطرفين هذه الحكومة. لكن الحقيقة على الأرض
ويعني عمل الجميع ذلك. انا ارى انه نتيجه هذه العمليه العسكريه ستكون اسقاط حكومه نتنياهو، لانه الاهداف اللي وضعت في هذه العمليه لا يمكن تحقيقها اصلا، لانه لا يوجد اهداف يعني كما صور للراي العام الاسرائيلي او للمواطن الاسرائيلي انه الاهداف اللي وضعت هي الهدف من القضاء على 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 الامكانيات المقاومه والقضاء على والقضاء على المسلحين والقضاء الواقع يتحدث انه لا يوجد معسكرات المقاومة، لا يوجد تجهيزات كما يقول البعض، لا يوجد. ومسألة إنهاء المقاومة الفلسطينية هذه مسألة لا يستطيع كل على مدار الاحتلال، كل سنوات الاحتلال لم يستطيع أي حكومة إسرائيلية القضاء على المقاومة الفلسطينية. ومرت علينا حكومات أيام بيغن وموشي ديان وجولدا مائير وإلى آخره، وكل هذه الحكومات التي كانت أكثر تشددا في التعاون مع الفلسطينيين لم تستطيع القضاء على المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية متجذرة، ما بقي الاحتلال. وبالتالي الأهداف اللي وضعها نتنياهو وحكومته لهذه العملية لا يمكن تحقيقها، أهداف مستحيل تحقيقها. أنا أرى أن نتيجة هذه العملية العسكرية حيكون إسقاط حكومة نتنياهو، وده يدفع نتنياهو بالفعل دفع ضريبة باهظة لهذه العملية القذرة التي قام بها في جنين، وهذا ترويع للمواطن في جنين، لكن سيدفع ثمنه سياسيا. سيد أمجد، أخذ من حضرتك أيضا تعقيب قبل أن نختتم هذه المساحة من التغطية. هل نجحت في رأيك إسرائيل في تحقيق أهدافها التي روجت لها في بداية هذه العملية، المتعلقة ب كما ذكر الأستاذ محمد منذ قليل، متعلقة بمسلحين أو أماكن للأسلحة والذخائر أو كل هذه الأمور والمحاور التي ركزت عليها أو ركز عليها الإعلام الإسرائيلي في ترويجه لهذه العملية؟ هل كان هو الهدف الحقيقي من وراء هذه العملية؟ هل نجحت في تنفيذه؟ ما رأيك في هذا الأمر؟ أم هو هدف كما ذكر منذ قليل نصر وهمي للتصدير إلى الداخل الإسرائيلي؟ يعني إسرائيل لم تنجح لا في السابق ولا في اللاحق في فرض أجندتها على شعبنا الفلسطيني، لا من خلال عدوان ولا من خلال أي وسائل أخرى. هذا ما حدث في قطاع غزة وما حدث في الضفة الغربية وما حدث في القدس من استنهاض لقوى شعبنا الفلسطيني على مختلف المستويات، وهذا الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية له أكبر دليل. هذا المخيم لم يدمر المرة الأولى ودمر أكثر من ذلك في السابق وأعيد بناؤه، وهذه إرادة فلسطينية صلبة. وهنا نؤكد اليوم على ضرورة دعم هذا الصمود الفلسطيني على مختلف المستويات، لأنه لو سقط هذا الصمود الفلسطيني وأضعف الجميع سيكون طبعا في حالة وهن وضعف أكثر، فبالتالي يجب أن يكون هناك المزيد من التضامن والدعم والإسناد لأبناء شعبنا الفلسطيني على مختلف المستويات، وأيضا التأكيد على ضرورة الذهاب باتجاه المحاكم الدولية وفرض المقاطعة على الإسرائيلي حتى نجعل الاحتلال الإسرائيلي خاسرا. نتنياهو يحاول جاهدا أن يسلط الضوء أن هناك اعتداءات على دولة الاحتلال الإسرائيلي وتوحيد الصف الإسرائيلي يمينا ويسارا ووسطا باتجاه هذا الخطر الباهت، حتى يستطيع أن يمرر أجندته سواء على الصعيد الداخلي الإسرائيلي أو خطة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بابتلاع المزيد من الأراضي وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني في إقامة الدولة وعاصمة القدس وما أعلن عنه خلال الأيام الماضية. لا دولة فلسطينية. طيب أستاذ إيهاب، أخذ من حضرتك تعقيب أخير أيضا لو تفضلت. هل نجح نتنياهو في كسب الجبهة الداخلية التي كان يريدها، أم وضع نفسه في مأزق ولم يحقق لا أهداف العملية العسكرية ولا تحقيق الرضا الشعبي أو اليميني في داخل حكومته؟ بنيامين نتنياهو من فشل إلى فشل، ولولا أنه لا يوجد معارضة حقيقية في إسرائيل نظرا لتشرذم وإفلاس النخبة السياسية في إسرائيل لكان قد سقط منذ زمن. وفي إطار كل هذا السيرك الإسرائيلي الجاري، أنا لا أعول خارجيا إلا على الدور المصري في أنه يستطيع التوصل إلى هدنة لما يجري في الأراضي الفلسطينية حاليا. كانت دائما مصر هي التي تأخذ المشهد الفلسطيني إلى بر الأمان دائما على كافة الجولات السابقة، وأتمنى
ان في الساعات القادمه باذن الله بحكم الاتصالات المصريه ان نسمع وقف لاطلاق النار وان ينتهي هذا الالم الذي لا اتخيل ان احنا لثاني مره يعني في جيلنا نشوف هذا المشهد في مخيم جنين بعد اللي حصل في 2002. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام من القاهرة إيهاب عمر الكاتب الصحفي، من رام الله تمارة حداد الباحثة السياسية بالشأن الدولي والإقليمي، من غزة أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومحمد دياب أيضا الكاتب والمحلل السياسي، ومن جنين محمد جرار نائب رئيس بلدية جنين. إذن كنا معكم وهذه التغطية وهذه المساحة من التغطية الإخبارية حول تداعيات استهداف مخيم جنين على الوضع الصحي وعلى الإنساني أيضا، الوضع الإنساني أيضا في ظل التطورات الحالية والمطالبات المتكررة بوقف هذه الاعتداءات في جنين تجنبا لاستفحال هذه الأزمة الإنسانية أكثر من ذلك. التغطية ممتدة على شاشة القاهرة دائما، وهنا القاهرة عاصمة الخبر.